بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما أتكلم في السيشن بتاع حلقة اليوم، كان عندي كده إضافة على حلقة المرة اللي فاتت اللي كانت الفيديو بوتونز، وكان الفرق ما بين الفيلد سيت. لا أنا كنت مستخدم الفيلد سيت ورحت مديت له الكلاس بتاع الست كولومز، فكانوا الاثنين تحس إن هما كانوا لاشقين في بعض. فأنا رحت أعمل إيه؟ رحت واصل القصه بديفيجن للنقطه الاولانيه، يعني ده ديفيجن في 6 وده ديفيجن في 6 وده فيلد 6 واخد قيمه فيلد 6 وده فيلد 6 واخد قيمه فيلد 6. فديت النتيجه بتاعتي كانت عباره عن كده، ده الجانب ده تمام. لو اخترت له طبعا انت ايه ده الجانب بتاعك. المشكله ان ايه طبعا دولت واخدين نفس القيم، ف المساله مش مظبوطه، لان المفروض ان ده فيلد 6 لوحده وده فيلد 6 لوحده، فده محتاج شويه تغييرات تانية في الكود. يعني اقصد كخاصيه مش محتاج ان هو يبقى نيم كلر واحد، المفروض يكون حاجه تانية مثلا، يعني ممكن يبقى اي سؤال تاني. المهم انت عارف عشان دولت عباره عن كلهم وحده واحده، فهو عشان كده مش راضي يشتغل معاك. ده الجانب اللي احنا كنا عايزين نوصله في النقطه ديت. طيب ماشي، خلونا نمسح الكلام ده ونقول ان القصه بتاعت الراديو بوتونز هي نفسها بتبقى عند التشيك بوكسز، باستثناء ان انت راح تغير التايب بتاع راديو علشان تكون تشيك. يعني في النص هنا انت بتحاول تخلي التايب بتاع القيمة تشيك بوكس. لو انا اخذت القيمة ديت بكوبي ورحت حطيتها في الكود بتاعي بدل كلمة radio عملت كنترول في كنترول اس، رحت عملت ريفرش، الاقي اني ادي التشيك بوكسز بتاعتي ليبل برضه نفس السيناريو، بس الفرق اني ديت عبارة عن تشيك بوكس اللي عبارة عن راديو بوتون. نفس الخصائص كلها بتكون موجوده معاك لو انت كنت عايز تخليهم كلهم واحده واحده او ليبل فور او ما شابه. الامر طبعا سيان نفس السيناريو هو اللي راح يتعمل معاك في كل القصص واحد الامور. وما تنساش طبعا انت تحطهم جوه الكلاس لو انت كنت عايز تفصل ما بين الاثنين، وده جانب جمالي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.